مفاجآت صادمة. يا ترى والد نورهان كان عارف بعلاقتها بحسين فهمي فعلا؟ ايه حكاية شهادة الأب في محضر التحقيقات؟ وهل حسين طلع عنده 20 سنة فعلا مش 16؟ هل كان هيتعدم؟ ايه السر الغامض اللي مخبياه المستشارة هايدي الفضالي؟ ومين الشاهد اللي شاف الأم قبل الجريمة بساعة؟ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني في كل مكان، دي أخبارنا النهاردة. أتمنى أنكم تشوفوا الحلقة دي من لحظة دلوقتي لحد النهاية عشان في كلام مهم جدا. لكن قبل ما نبدأ كده، لو أنت بتشوفني لأول مرة ياريت تفعل الجرس وتشترك في القناة وتنورني بعد إذن حضراتكم بعمل اللايك، وعشان نتابع كل أخبار القضية دي المهمة، لأنهم في حلقات مهمة جدا لسه جاية من هنا لحد محاكمة المتهمين. واهلا بيكم، وفي البدايه بنصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد ونبدا بعد الفاصل. اهلا بيكم. مفاجاه من العيار الثقيل، فجرتها اعترافات قاتله امها ببورسعيد. قال الاستاذ خليل عبده اللي عنده 47 سنه زوج الضحيه وطبعا والد المجرمه، قال ان هو بيشتغل في محله، انه يوم الحادثه بعد بنته ما قالت له ان في اتصال جالها وقال لها ان الام وقعت مغمى عليها، نقلوها المستشفى، راح جري على البيت بعد ما عرف ان الاولاد مش لاقينها في المستشفى. لكن وهو جاي قدام العماره لقى الولد المجرم كان واقف تحت العماره وشكله كان متوتر وخايف، لكن الاب ما اخدش باله وطلع على فوق، ولما طلع لقى مراته مرميه ومصابه وغرقانه في دمها. ولما المباحث وصلت لقيت التيشيرت الغرقان بالدم، وده احنا قلناه قبل كده، واللي ابنه قال عليه انه يخص المجرم حسين الجار. اسمع بقى الحته دي اللي قالها الاب. الاب كمل في محضر التحقيقات وقال انه سبق وظبط الولد حسين ده عنده في الشقه، وانه لما ظبط حسين الولد قال له انه كان موجود فعلا في الشقه عشان مستخبي من البوليس، لان البوليس كان بيجري وراه. يعني الراجل سبق ومسكه ببيته لكن ما خدش ولد ده اولا، ولا خد باله ولا دورها في دماغه وصدقه لما قال انا لما كنت طالع استخبى في شقتك عشان البوليس. طب يا عم خليل، على افتراض يا اخي انه كان بيستخبى من البوليس، ازاي تسيبه يستخبى في بيتك؟ وازاي تعرض اهل بيتك، تعرض اهل بيتك للخطر؟ هو ليه اساسا هيستخبى من البوليس الا اذا كان سرق حاجه او عامل مصيبه او تاجر مخدرات؟ في جار كمان من العماره يا جماعه اللي ساكنه فيها الضحيه قال انه كان بيشوف الولد ده طالع كل شويه عندهم في الشقه القنبله والقتيلة، لأنه كان معروف عنه أنه بلطجي هو وعيلته، فكان الراجل ده دايما يسأله أنت رايح فين يا حسين، فكان يقول له طالع عند أحمد الجار ده. قال كمان أنه شاف المرحومة داليا يوم الجريمة كانت طلعت عند جارتها في الدور الثالث اسمها أم هدير، كانت طلعت تستلف منها عيش عشان تغدي أولادها. تخيلوا يا جماعة قد إيه الدنيا دي غريبة، الأم طلعت تستلف عيش عشان تغديهم. الست ام هدير قالت لها ما عنديش عيش، فنزلت القتيله جابت من السوبر ماركت وطلعت غدت اولادها ونزلوا وراحوا الدرس، فنامت بعد ما مشوا وحصل اللي حصل. طب لو وقفنا عند كلام الجار هنفهم ان الولد حسين ده مشهور بالبلطجه هو وعيلته، وانه صديق اخو البنت، وانه بيطلع فوق كل شويه وزي ما تيجي معاه، يعني طلع فوق لقى حد في الشقة هيبقى طالع لأحمد صاحبه، ولو ما لقيش حد فوق يبقى هيعيش حياته مع المجرمة نورهان. طب لو حد ظبطه بقى وهو مع البنت لوحدهم، ساعتها هيقول أصل هو أنا كنت جاي بجري والبوليس كان بيجري ورايا فما لقيتش منفذ غير عندكم أستخبى فيه، وإنه طلع الدور الرابع عشان يستخبى قبل كده، وبالصدفة ما كانش فيه غير البنت بس في الشقة. طب ده كلام يدخل العقل. هل ابو نورهان كان عارف؟ طب ليه ما اخدش موقف من الحالتين؟ بمعنى ايه؟ انا والله ما باجي على ابو نورهان ولا بأس عليه، يعني انه لو كان مصدق ان الولد ده هربان من البوليس بجد وجاي يستخبى جوه شقته، ليه ما خدش موقف؟ ما هي دي مصيبه برضه. تاني حاجه لو كان شافه مع البنت، ما هو يا جماعه الواد هيكون بيعمل ايه في الشقه لوحده مع بنت؟ اكيد البنت كانت فوق. طب لو كان شافه
مع البنت برضو ليه ما خدش موقف؟ ليه ما خدش موقف؟ هنا في لغز يخص عم خليل، اما انه على نياته قوي او انه ضعيف الشخصية قوي قدام ولاده، ملهوش تفسير تاني، يا اما بقى حاجة تانية الله اعلم بيها، ربنا يصبره ويكون معاه في كل حياته. طب تعالوا نسيب النقطة دي ونروح لنقطة غيرها. ومن يومين كده كنا قلنا ان هيحصل تفاوض مع حسين على انه يشيل القضية، وقلنا وقتها مين اللي بيقود موضوع التفاوض ده، وضحنا ان حسين لما هيشيل هو القضية مش هتفرق معاه في العقوبة. وبعدها خرجت على شكلها على اللي كان معروف، ودخلت في سكة تهديد، وتقال ان الولد هيتعمل له تسنين وعن طريقة هتثبت سنه الحقيقي، وطبعا هيتحاكم قدام الجنايات. تمركز في اللي انا بقولته. طيب كل ده بقى ايه التغيير فيه؟ ايه الجديد بقى في الكلام؟ الجديد لا يخطر على بال حد ولا على خاطر، لان في كلام داير بيقول ان عمر حسين الحقيقي هو 20 سنة، وان احمد اخو المجرمة في شهادته قال انه مش 14، انه كان وقت ما اتولد كان في خلافات بين امه وابوه وما تسجلش، وتقريبا قعد 2-3 سنين ولحد ما تسجل. وعلى كلام احمد هيبقى حسين عمره 16.5 سنة، لكن الاشاعات اللي دايره بتقول لا، الولد ده عنده 20 سنة واهله اتاخروا في تسجيله. والواضح كده ان دي طريقه جديده للتهديد، ولو الدراع يعني احنا هنهدد ونقول ان الولد ده مش 16 لا ده 20، وهنجيب رجله في الجنايات وهنديله اعدام. وقبل ما تفرحوا، الكلام ده مش هيحصل، ده كلام داير على وسائل التواصل الاجتماعي عشان يوصل لاهل الولد ويخافوا طبعا يوافقوا على الحل الاولاني خالص، واللي هو ان الولد يشيل الليله لوحده. انا ما عنديش مشكله، ويعترف ان البنت ما تعرفش حاجه وانه هو اللي هددها عشان تعترف على نفسها. ما عنديش مشكله هو يشيل والبنت تشيل طبعا، وباعتراف على نفسه لا هينطلب له تسنين ولا يحزنون. البنت هتاخد اعدام والولد هياخد محكمه الاحداث وبيقولوا كمان مش معقول ابدا الولد هيقعد 6 سنين ما يتسجلش. اللي حاصل مش عاوز اقول لحضراتكم مش هيرسى على شيء، كله كلام، لان الولد ما يجيبش غير فعلا 16-17 سنة بالكتير، وده مجرد رسائل هدف منها اهل حسين وبس. ومع اننا عارفين مين اللي هيبعت الرسائل دي، لكننا برضو لسه ما عرفناش الهدف وهنوضحه لحضراتكم. طب في ناس بتدعم نورهان وعايزاها تخرج، ومين اللي بيدفع بالاشاعات دي وبالمحامين؟ في كمان نوع من انواع الاستفزاز حاصل راي العام، ولما تطلع السيده المحترمه المحاميه وتقول ان نورهان هتخرج براءه وتربي اخواتها، يبقى ده اكيد مفيش غير استفزاز. لما تخرج وتقول انا هتبناها بعد البراءه واخدها القاهره، يبقى اشبع بيها، لكن ليه قصدها تستفز الراي العام وتخشي معاه في عداوه؟ اذا كان على الترند فحضرتك اخدتيه بجداره، يبقى عايزه ايه تاني؟ على العموم ادينا قاعدين على الحيطه لحد ما نسمع الزيطه ونشوف مين صاحب الفرح. ما هو مش هيفضل لابس طاقيه الاخفة كده على طول، اكيد في يوم هيخلص مفعول الماده بتاعه الاخفة دي وهيظهر. لحد ما يظهر برضه نورهان مش بريئه وهتتعدم ان شاء الله. وعاوز اطمن حضراتكم، سيبكم من اي اشاعات مغرضه بتحاول تنفي القضيه او بتنفي التهمه، وعاوز اوصل لحضراتكم صوره مهمه جدا. البنت معترفه، البنت مجرمه، اعترفت، شاركت في الجريمه، دبرت، دلت على مكان الام في غرفتها، استباحت، خانت خطيبها، خانت خواتها، خانت امها على سريرها، خانت ابوها على سريرها. وانا اقسم بالله مش باجي على ابوها، لكن التفسيرات والكلام اللي بيتقال يخوف. لو انت اب وعارف تبقى مصيبه، ولو انت اب ومش عارف تبقى مصيبتين. انا مش عاوز اطول عليكم كتير بجد، وسنه سعيده على حضراتكم، ويا رب دايما تكونوا في اسعد صحه وفي اسعد حال. كان معاكم انا اخوكم احمد الحكيم، ولو وصلت معايا لحد نهايه الحلقه ف
فانا بقول لك بحبكم جدا كلكم على بعضكم، وسنه سعيده، وان شاء الله باذن الله بدايه سنه ومن عمري الجديد، وباذن الله بدايه سنه علينا كلنا سعيده. حفظ الله مصر وشعبها والوطن العربي وشعبه، حفظكم الله وحفظ الله اسركم. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.